يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياك الله عزيزي الوجيه منور. قبل ما نبدا اخبار الاسبوع هذا واخبار الفتره الماضيه، خلوني احكي لكم كذا قصه سريعه عن أسوأ فيلم تم اصداره في تاريخ صناعه السينما. اوكي، مش أسوأ فيلم، هي مليانه صراحه الافلام اللي مصنفه كأسوأ فيلم، ولكن هذا واحد من أسوأ الافلام واللي يعتبر الاقل تقييما. يعني تخيلوا انه تقييمه على موقع IMDb تقريبا 1.8 من 10. اوتش، ايش الانحطاط هذا؟ واللي هو فيلم مونستر اي جو جو، واللي نزل سنة 1965. الفيلم هذا يا جماعة مر بأسوأ ظروف ممكن يمر فيها اي فيلم في هذه الحياة. يعني تخيلوا المخرج قالوا له امسك هذه ميزانيتك، هيا يلا سوي لنا فيلم، وكان المفروض انه يحاول يوزن المبلغ اللي في يده هذا ويكمل فيها الفيلم كامل. ولكن فجأة وفي نص تصوير الفيلم بوم، خلصت الفلوس. ايش؟ اي والله خلصت الفلوس. طيب نجيب فلوس مو مشكلة. هنا المشكلة، ما فيش فلوس. الفلوس اللي اعطيناك اياها مفروض تكفيك، وين وديت الفلوس يا حرامي؟ المهم يا حبيبي، مرت كم سنه كذا، الفيلم تعطل كذا في نص التصوير، تعطل الفيلم، توقف. جاء مخرج ثاني وقال يا حبيبي انا بشتري الفيلم وانا بكمله من عندي. يا سلام، حلو، اخذ الفيلم من هنا وهاتك يا ورطه. اول مشكله واجهها المخرج الجديد في استكمال هذا الفيلم انه نص الممثلين قالوا يا ابوي ما احنا راجعين، ما راح نكمل الفيلم هذا. المشكله مش هنا، المشكله انه المخرج اصر واستكبر وكمل الفيلم بممثلين جدد او من دون ممثلين اصلا. يعني تخيل انه في مجموعه شخصيات رئيسيه داخل الفيلم، فجأة كذا في نص الفيلم تختفي الشخصيات الرئيسية دي، وين راحت؟ ما حد يقول لك، اختفوا كذا بوف. يا ولد تعالوا كملوا تصوير الفيلم، يرحم ابوكم، يهديكم، يرضيكم. يا عمي تخيل من الفوضى اللي صارت داخل طاقة ممثلين، اباك تتخيل انه في شخصية رئيسية، الشخصية الرئيسية هذه عندها اخ، الاخ هذا فجأة هو صار الشخصية الرئيسية، ومعه صار عنده اخ، يقلع ام الحوسة اللي صارت. يا عمي من قوة الطفرة والحوسة اللي وصلوا لها، مؤثرات صوتية، تليفون يرن، حمام الطير، شيء ينكسر، ما سووها، كانوا يخلوا واحد يقولها بفمه. يعني تخيل كذا وانت جالس في الفيلم تسمع التلفون يرن، تسمع واحد يقول رن، ما امزح، فوضى ما بعدها فوضى يا ساتر. المهم بعد الحوسه هذه كلها اخذوا الفيلم، 5 سنوات هم ينتجوا ام الفيلم التعبان ذا، بعد 5 سنوات عرضوه في السينما وانتهى المطاف بهذا الفيلم فاشل بكل الطرق، من ناحيه اخراج، من ناحيه تصوير، من ناحيه تمثيل، من ناحيه اي شيء ثاني. وتم تصنيف هذا الفيلم بعد عرضه كواحد من أسوأ واتعس الافلام في تاريخ صناعه السينما والتلفزيون. كيف القصه؟ حلوه مش حلوه؟ اعطيتك شويه معلومات يا صاحبي. هيا هب لنا لايك للفيديو لو اعجبك، واشترك في القناه لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ولا من هذا كله، تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناه الالعاب والميمز والقناه الترفيهيه بشكل عام، كلها موجودين في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك، اربطي لي حزامك، ويلا بينا نشوف وش اخبار هوليوود الفتره الماضيه. نتفليكس يا جماعة تجدد مسلسل كوبرا كاي إلى موسم سادس. المسلسل هذا في الأصل يا جماعة هو استكمال لقصة الفيلم اللي نزل سنة 1984، ومثل ما قلت لكم في فيديوهات سابقة إنه مسلسل كوبرا كاي مسلسل له شعبية وله جمهور كبير جدا حول العالم، عن عالم الكاراتيه وما الكاراتيه وبعض التفاصيل الثانية، فجربوا تتابعوه ممكن يعجبكم. Avatar The Way of Water رسميا يا جماعة باقي له تاكة قد كده هو ويقفل 2 مليار دولار كإجمالي ايرادات في شباك التذاكر العالمي، علما انه ميزانيه الفيلم لو انت ناسي هي 350 مليون دولار، والكلام هذا خلال كم؟ خلال شهر وكم يوم كذا تقريبا، او خلال شهر واسبوع، شهر وشويه يا حبيبي، وقدر جيمس كاميرون انه يقفل حوالي 2 مليار دولار من فيلم افاتار الجزء الثاني. ديم، لا وازيدك من الشعر بيت، ال 2 مليار دولار هذه تقريبا 1 مليار دولار منها من السينما اللي فيها 3D او من سينما 3D فقط، اقوى من كذا ما فيش جيمس كاميرون. الممثل جيرمي رانر وبعد إصابته الخطيرة بحادث مع سيارة الجليد أو السيارات اللي تزيل الجليد، الآدم يا جماعة ولله الحمد بعد ما كان على حافة الموت وبعد ما كانت حالته جدا سيئة بدأ يتحسن وبدأ يأخذ كورسات وعلاج طبيعي، ومستمر في طمأنينة الجمهور على صحته عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا في حال أنك ما تعرف، الآدم بسبب الحادث هذه انكسرت فيه حوالي 30 عظمة في جسمه. 30 عظمة يا ساتر، لا والله حقيقي. الحمد لله على السلامة يا كوتش، ونشوفك إن شاء الله في الأفلام القادمة المارفل وأي أفلام ثانية بالسلامة إن شاء الله. جيسون موموا يا جماعة مؤدي شخصية أكوامان في عالم دي سي، الآدم يصرح تصريح كذا لعله إيش كان زعلان، زعلان من الإشاعات، قال كذا بنبرة خشنة أنا راح أظل أكوامان دائما، وأي إشاعات، وعذرا على الكلمة اللي بقولها، وأي إشاعات خرا تسمعونها ما هي إلا كلام فاضي، مش بس أكوامان، عندي استعداد أقدم أدوار ثانية. خايف منكم ولا إيه؟ أنا والله ماني عارف إيش في معصب. أوكي الإشاعات ترفع الضغط صراحة، بس
روق يا مان، ايش في الامور طيبه يعني. انا ترى اكثر واحد يدعم وجودك كأكوامان واتمنى استمراريه، فطول لنا بالك شويه يعني، الامور طيبه. عاد صدقوني يا جماعه، مرت 15 سنه تقريبا من يوم صدرت الحلقه الاولى من مسلسل بريكنج باد. اخ يا راسي كيف الايام تجري كذا بسرعه، 15 سنه. عموما عزيزي الوجيه، عزيزتي الوجيهة، لو ما تتابع في هذه الحياة إلا مسلسل بريكنج باد ترى كفاية، سيب أي مسلسلات ثانية، تابع مسلسل بريكنج باد وبعدها قفل قائمة المسلسلات وخش على الأفلام، خش على الأنميات، أي شيء ثاني. اللي بقوله لك، مسلسل بريكنج باد من المسلسلات اللي لازم تتابعها، حتى لو ما أعجبك لازم تتابعه علشان تشوف ليش مسوي ذي الضجة، وغالبا راح يعجبك ترى، إلا حلقة الذبابة يمكن ما بتعجبك، بس أنا بالنسبة لي عجبتني، وناس كثيرة عجبتهم، إلا واحد معي للحين زعلان عليها وراح أعطاها تقييم 0/10، ما في تقييم 0/10 يا وجيه، 1/10، اوكي. لا من جد يا جماعه، مسلسل بريكنج باد من المسلسلات العظيمه اللي لازم تتابعوها، لازم. وبعد 20 سنه يا جماعه قرر ريد هاستينجز انه يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصه نتفليكس او لشركه نتفليكس بشكل عام. ولعلمكم هو مش بس رئيس تنفيذي لشركه نتفليكس، هو احد المؤسسين اللي انشأوا هذه الشركه الكبيره. ولكن السؤال عزيزي الوجيه، هل راح يتغير توجه نتفليكس بتغيير المدير التنفيذي ويصير نشوف محتوى أفضل وأكثر جودة على منصة نتفليكس، ولا راح يوظفون واحد يخدم ويحرك أجندتهم بشكل أفضل؟ سؤال يراودني صراحة. وبالحديث عن نتفليكس، سجلت منصة نتفليكس في أول شهر لها من سنة 2023 أكثر من 7 مليون مشترك جدد، 7 مليون مشترك جدد جو كده بوم على منصة نتفليكس في أول شهر من 2023، علما إنه النظام اللي يكافح الحسابات المشتركة لسه ما تم تطبيقه بشكل كامل. والله شوفوا يا نتفليكس، واضح إن الجمهور صامل، هيتخيلوا مع قلة جودة المحتوى اللي أنتوا قاعدين تسوونه وقلة الحياة، ما زال في زباين زي اللوز. هيا بالله تخيلوا يا نتفليكس لو شديتوا حيلكم شوية وطورتوا من جودة المحتوى وسحبتوا على أم الأجندة اللي ما لها لزمة في الترفيه ولا لها أي علاقة في السينما، إيش تتوقعوا راح يصير؟ فكروا فيها، فكروا بيزنس، بيزنس، خذوا الموضوع بيزنس بيجيب لكم بيزنس، خذوا الموضوع من جانب ترفيه وبيزنس راح تفلوا. وتم اختيار الممثل رامي مالك لبطولة عمل جديد مشتق من حياة المخرج ونجم السينما الصامتة باستر كيتون. للآن ما في تفاصيل كثيرة عن هذا العمل، ولكن المؤكد انه راح يكون مسلسل قصير، وما زالت شركة وارنر براذرز ترتب بعض الاتفاقات مع شركات ثانية لإنتاج هذا المسلسل اللي قد يكون احد اهم المسلسلات القادمة. الموسم الثالث يا جماعة من مسلسل تيد لاسو قادم، وراح نشوف أولى حلقاته في ربيع سنة 2023 بمشيئة الله. جدير بالذكر يا جماعة أنه تم نشر صورة أولية من هذا الموسم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال أنك ما تابعت مسلسل تيد لاسو خذها مني نصيحة، تابع هذا المسلسل لأنه واحد من ألطف وأجمل الأعمال اللي ممكن تشوفها، واللي يتكلم عن مدرب كرة قدم أمريكية يسافر إلى إنجلترا علشان يدرب كرة قدم عادي، كرة قدم حقيقية تشوتها برجلك مش تشوتها بيدك. اللي بقوله لك، تبغى تضحك حتضحك مع تيد لاسو، تبغى دراما في دراما مع تيد لاسو، مسلسل مرة جميل، واعتقد الناس اللي يحبون كرة القدم راح ينبسطون ويفلونها مع هذا المسلسل. كرة قدم وكوميديا ودراما كلها موجودة في واحد. والأهم من هذا كله، شخصية تيد لاسو شخصية رائعة ولطيفة ورهيبة ومضحكة وكل شيء، فلا يفوتكم، جربوا تعطوه فرصة. الحلقة الأولى من مسلسل The Last of Us قدرت يا جماعة إنها تحصل على تقييمات جدا جدا إيجابية بعد عرضها في معظم تطبيقات ومواقع تقييمات المسلسلات والأفلام بشكل عام. يا عمي أقول لك حاجة، الحلقة الأولى بعد يومين من عرضها قدرت إنها تجيب حوالي 10 مليون مشاهدة على منصة HBO Max وفي أمريكا فقط. لك أنت تخيل باقي المنصات والناس هذوليك كم جابوا مشاهدات. واللي بقول لك، الحق ما تلحق، تعال ترى دوب المسلسل ما خلصت منه الحلقة، يصير بعد كده تتابع معانا اسبوعيا يعني حركات، كل اسبوع حلقه وفله ونتحمس ونحاول نحلل. حقين اللعبه طبعا محرومين من هذه الاشياء لانه ما عارفين القصه، واحنا هنا جالسين نحلل انا وانت. وبشكل عام كلها 10 حلقات وينتهي الموسم الاول من The Last of Us. و25 يوم يا جماعه تفصلنا عن فيلم Ant Man الجزء الثاني، واللي بالمناسبه نزل له تريلر جديد، كان ودي اسوي له رياكشن صراحه لكن الوقت دهمني وما جات فرصه. ولكن اللي بقوله لكم يا جماعه انه التريلر الجديد وضح تفاصيل جدا جدا مهمة حول شخصية كانغ بالتحديد والقوى المرعبة والخطيرة اللي بيد هذا الشرير. تخيلوا انه واحدة من امكانيات كانغ انه يقدر يغير الواقع ويقدر يتلاعب بالاكوان الموازية ويقدر يتلاعب فيك انت
ويحوث أم 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 الواقع اللي أنت تعرفه. المهم ما عليك من هذا الكلام عزيزي الوجيه، جهز نفسك، كلها كم يوم يتم فتح الحجز المبكر، ضبط أمورك. وبما أننا تكلمنا عن فيلم أفاتار الجزء الثاني قبل شوية، أو أفاتار The Way of Water، وبحكم أنه الفيلم قرب يقفل 2 مليار دولار، أحب أقول لكم أنه بالرغم من أنه ما مر عليه إلا 5 أسابيع تقريبا من يوم تم عرضه، إلا أنه الفيلم تم تصنيفه في المركز السادس كأكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عبر التاريخ. يعني كمان مليار زيادة ويصير المركز الأول ويهزم نفسه. المركز الأول إلى الآن هو الجزء الأول من فيلم أفاتار بإيرادات 2 مليار و900 مليون، والمركز الثاني هو أفينجرز إند جيم بإيرادات حوالي 2 مليار و700 مليون. والله يا عيال الأفلام فيها فلوس، ها ما ودكم نسوي كذا استوديو صغير ننتج أفلام؟ فلوس يا فلوس، تخسر عليه 350 مليون ويجيب لك 2 مليار. ديم قبل فترة يا جماعة كان موعد حفل توزيع جوائز الأيمي، حفل كبير يقام بشكل سنوي. المهم يا حبيبي إنه المخرجين والممثلين والكتاب راحوا لهذا الحفل، وبعد الحفل يا حبيبي هاتك نص الممثلين والمخرجين والكتاب أصيبوا بفيروس مكرونة. يب تخيل كده تروح الحفل تبي تستلم جائزتك، تخرج معاك جائزة وكمان فيروس مكرونة. قلنا لكم البسوا كمامات يا جماعة، البسوا كمامات، مستعجلين عليك كمامة يا أخوي ما بتضرك، خذ معقم كده صغير ب5000 جيبك وعقم نفسك كل شوية. المهم يا حبيبي إنه بعد الأيمي كان في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، ولكن جوائز النقاد قالوا هاي وربي ما حد يدخل من الباب إلا معاه تطبيق توكلنا، غير كده والله ما تطب من الباب. إيه اسمع الكلام وتعود من إبليس. لا كويس كويس جود جوب. ومسلسل أوتلاندر يا جماعة وبعد حوالي 10 سنوات من إطلاقه راح يتم إنهاء المسلسل بشكل رسمي بعد الموسم الثامن والأخير. ورسميا يا جماعة الموسم الثاني من مسلسل الأنيميشن إنفينسيبل راح نشوفه إن شاء الله وبمشيئة الله تعالى في وقت متأخر من سنة 2023. شوفوا الموسم الثاني تأخر ترى كثير تقريبا في عرف الأنيميشن ومسلسلات الأنيميشن، ولكن كل اللي أتمناه إنه التأخير هذا معناته إننا راح نشوف جودة إنتاج مرة عالية للموسم الثاني، لأنه للأمانة الموسم الأول كان من أروع ما يكون، كان فيه جرأة وقصة ودموية وعنف شيء مو معقول. فأتمنى الموسم الثاني يكون 10 أضعاف روعة وإنتاج الموسم الأول. واللي ما شاف الموسم الأول من مسلسل إنفينسيبل أحب أقولك لا يفوتك، حتى لو ما لك في السوبر هيرو ولا لك في الأنيميشن جرب تتابعه، حاجة مرة رهيبة. وختاما يا جماعة أنمي أتاك أون تايتن، الأنمي هذا بالرغم من أنه أحد أروع الأنميات اللي تابعتها، إلا أنه من أتعس الأعمال اللي عانت وصارعت من ناحية الإنتاج وجشع وطمع شركات الإنتاج. يعني تخيلوا الموسم الأخير اللي المفروض يكون نهاية هذه القصة العظيمة والأسطورية اللي بدت تقريبا من 2011 أو 12 أو 13 حاجة زي كذا، قالوا الموسم الأخير راح نقسمه قسمين. حلو مو مشكلة، قسمين قسمين. البارت الأول والجزء الأول شفناه وخلصنا وانبسطنا واستانسنا ومن أروع ما يكون، بقي البارت الثاني صح اللي المفروض خلاص يكون إيش نهاية القصة. هيا قبل كم يوم قال الاستديو أو شركة الإنتاج قالوا يا أبويا معليش البارت الأخير من الموسم الأخير راح نقسمه إلى قسمين. يا عمي هو بارت أخير كيف تقسمه القسمين ما يصلح؟ قالوا لك لا يا أبويا راح نقسم البارت الأخير من الموسم الأخير إلى كمان قسمين. عموما بعد 45 يوم راح نشوف البارت الأول من البارت الثاني من الموسم الأخير لأنمي أتاك أون تايتن، وبعد 45 يوم راح ننتظر البارت الثاني من الموسم الأخير من أنمي أتاك أون تايتن علشان نشوف إيش نهاية القصة هذه. أقول لكم حاجة، أنا والله صابني تبلد، بعد 45 يوم ولا بعد سنة ولا بعد 50 خلاص متى ما نزل نزلوه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا الاستديوهات ويا طمع شركات الإنتاج ويا أبو خلا. لا تدافع عنهم، ترى دفاعك عنهم يخليهم يتهاونوا ويقلوا أدبهم ويتمادوا زيادة، لازم كذا ننتقدهم ونشد عليهم. ماسكين 20,000 أنمي وينتجوهم بشكل مستمر وأنمي أتاك أون تايتن قاعدين يحوسوا فيه، ليش؟ هذه قلة حياة. المهم يا جماعة بعد 45 يوم بإذن الله نشوفكم على خير. إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات، تعالوا تابعونا الموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام، كلهم موجودين في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.